جزارة المعلم كتكوت، جزارة وكتكوت الاسم مش مريح. السلام عليكم، ازيك يا معلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سعر اللحمة كام؟ 60 قرش. 60 قرش؟ هي دي جمعية تعاونية؟ مؤاخذة، احنا هنا جزارة محترمة. ايوه بس 60 قرش ده سعر كيلو اللحمة ايام ما كان الخروف بيلبس طربوش لسه. طربوش يا استاذ؟ انت شكلك كده ما اشتريتش لحمة من سنين. 60 قرش للجرام. الجرام؟ هي اللحمة دلوقتي بتتباع بالجرام يعني؟ طب وعلى كده بقى بالمصنعية ولا من غير مصنعية؟ لا ده حسب يعني، إذا كان 24 ولا 21 ولا 18. لا، هو الخروف دلوقتي بيقدم شبكة ولا إيه؟ الشبكة إيه؟ هو ده يعني حسب سن الخروف أو العجل، 24 شهر، 12 شهر، طب كده يعني. ونضيف عليهم بقى سعر التشفية والتقطيع. ايه بس كده حضرتك، يعني لو سعر الجرام 60 قرش يعني في 1000 جرام يعني 60 جنيه كيلو. لو سمحت يا معلم، كيلو لحمه بتلو ايدك على 60 جنيه. اتفضل. فيهم 200 جرام دهن اجباري، اديله يا ابني. ايه حكايه الدهن الاجباري ده؟ يعني هنعرف ان اللحمه عاديه يعني، لكن اجباري هي امتحان يعني، هيمتحنها ولا هياكلها يعني؟ يا استاذ بص، سعر اللحمه ارتفع كل يوم في الطالع. ده على حسب بورصة زريبة نيويورك طبعا. الشاشة دي عليها أسعار اللحمة في كل زرايب العالم، في باريس وفي لندن وفي بكين. بكين؟ بكين اللي موجودة في الصين؟ اللي في الصين. بص على غفلة، اللحمة رخصت في الصين. طلع لعلمك تلاقيهم بيضربوا اللحمة. أصل اللحمة هناك رخيصة قوي. ممكن والله تلاقيهم بيجيبوا مثلا فرد الكاوتش ويضربوا عليها ختم يقول لك ميدن شبين مثلا. مش بعيد يعملوها، بس بيني وبينك أرخص لحمة تاكلها في اليابان. اليابان اشمعنى يعني؟ دي هناك ناس بتفهم في التكنولوجيا. ويعملوا ايه بالتكنولوجيا؟ هيزرعوا اللحمه يعني؟ مش بعيد اخويا، ممكن تنام بالليل تقوم الصبح تلاقيهم زرعينها.